مشي، حصل الجروب مشي، فهنتدر واحد مكان ده غير خالص. مندوب مرشح الحاز الوقت مش موجود، مشي، حصل له ظروف، فعايز ادخل حد مكانه في اللجنه. لا زمت سافر. طيب مشكلة. طيب ماشي. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام إدلاء أعضاء البرلمان الجديد، سواء الأعضاء الفرديين أو القائمة أو الأعضاء المعينين، الإدلاء بأصواتهم لاختيار وكيلي مجلس النواب، وذلك بعد انتهاء من انتخاب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، والذي حصل على 508 من عدد الأصوات الصحيحة، والتي بلغت 587 صوتا. الآن مشاهدينا، تقوم اللجنة الخاصة التي كلفها رئيس مجلس النواب الجديد المستشار حنفي جبالي، تقوم الآن بفرز الأصوات لإعلان أسماء العضوين الفائزين بمنصبي وكيلي المجلس. نعود مشاهدينا ونذكر أن تقدم لشغل منصب وكيلي المجلس 8 أعضاء أعلنوا عن ترشحهم لشغل هذا المنصب، على أن يتم اختيار 2 فقط من بين 8، وهم السيد سليمان وهدان، المستشار أحمد سعد الدين، السيد محمد أبو العنين، السيدة فريدة الشباشي، الدكتورة حنان عبد المنعم محمد علي، السيد محمد عبد العزيز، السيدة سحر بشير مختار، والسيد محمد أحمد الجبلوي. هؤلاء الثمانية تقدموا لمنصب وكيل المجلس الأول ووكيل المجلس الثاني. الآن كما نتابع على الهواء مباشرة من داخل قاعة مجلس النواب، اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب الجديد المستشار حنفي جبالي، تقوم الآن بفرز الأصوات من أجل إعداد تقرير بالنتيجة لإعلانها في هذا المجلس.
نعود ونذكر مشاهدينا أن المستشار الدكتور حنفي الجبالي بعد انتخابه كرئيس جديد لمجلس النواب في دورته الجديدة قدم الشكر للأعضاء الذين قاموا بانتخابه كرئيس لمجلس النواب. وفي أثناء كلمته تقدم أيضا ووجه الشكر لشهداء الوطن من رجال الشرطة البواسل ورجال القوات المسلحة والقضاء وأيضا الأطباء وكذلك المواطنين المخلصين الذين واجهوا الإرهاب وضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن. أكد المستشار حنفي جبالي في كلمته أيضا أن الفصل التشريعي الجديد يلقي على عاتق أعضائه بذل كل الجهد بالبناء على ما أنجزه الأعضاء السابقين في البرلمان السابق في الفصل التشريعي السابق، وأن الدور الرقابي على أعمال الحكومة لا يقل أهمية عن دور الأعضاء الحاليين في مجال التشريع. أكد أيضا المستشار حنفي جبالي في كلمته التي ألقاها عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أن اختلاف الرأي بين أعضاء النواب لابد وأن يصب في مصلحة الوطن. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن اللجنة المكلفة من قبل المستشار حنفي جبالي والتي تقوم بفرز أصوات الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم لانتخاب عضوين اثنين من بين الثمانية أعضاء الذين تقدموا لشغل منصبي وكيلي مجلس النواب. بعد انتهاء فرز الأصوات ستقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير بالنتيجة لإعلانها على المجلس من قبل رئيس المجلس الجديد المستشار حنفي جبالي. كمامة احتياطي لو سيادتك حبيت. كمامة احتياطي جنب حضرتك لو سيادتك حبيت. في واحدة كمان. ما زلنا معكم مشاهدينا على شاشة النيل للأخبار، نتابع على الهواء مباشرة فرز أصوات الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم في مجلس النواب سواء الفردي أو القائمة أو المعينين من أجل اختيار وكيلين لمجلس النواب، وكيلين لرئيس مجلس
النواب المستشار حنفي جبالي. عقب انتهاء المستشار حنفي جبالي كرئيس جديد لمجلس النواب في دورته الجديدة، هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس النواب الجديد المستشار حنفي جبالي على فوزه برئاسة مجلس النواب. وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن رغبة مجلس الشيوخ الصادقة في دعم مجلس النواب في أداء الرسالة في إطار من التعاون والتكامل اللازمين من أجل إنجاز المهام البرلمانية الموكولة للمجلسين على النحو الذي تتحقق به مصلحة الدولة المصرية. نتابع مشاهدينا هذه اللقطات الحية من داخل قاعة مجلس النواب، حيث تقوم اللجنة المكلفة من قبل المستشار حنفي جبالي بفرز الأصوات لإعداد تقرير بالنتيجة وإعلانها على المجلس. عدم مغادرة المجلس كما سبق أن تم التنويه، فقد تحدث إعادة حتى بعد فرز الأصوات. أرجوكم ابقوا داخل المجلس لأي احتمال، فقد تحدث إعادة. شكراً.
وما زلنا مشاهدين الكرام في انتظار الإعلان عن اسمي وكيلي مجلس النواب اللذين سيحصلان على أكبر الأصوات من بين عدد المصوتين، وهم عدد أعضاء مجلس النواب بالإجمال 596 نائبا، حضر منهم جلسة اليوم الافتتاحية الإجرائية 587 نائبا. الأسماء الثمانية التي سيتم اختيار اثنين منهم ليكون وكيلي مجلس النواب هما كل من المستشار أحمد سعد الدين ومحمد محمد أبو العنين وسليمان وهدان وفريد الشوباشي، الدكتورة حنان عبد المنعم محمد علي ومحمد عبد العزيز وصحر بشير مختار ومحمد أحمد الجبلاوي. جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي حصل على 508 أصوات من بين الأصوات الصحيحة اليوم والبالغة 576 صوتا، في حين كان 11 صوتا باطلا، وعدد الأصوات التي أدلت بالإجمال كان 587 صوتا. في انتظار الإعلان عن اسمي وكيلي مجلس النواب تكون جلسة اليوم الافتتاحية الإجرائية قد استوفت أغراضها.
وما زلنا مشاهدين الكرام نتابع على الهواء مباشرة عمليات فرز الأصوات لاختيار وكلي المجلس من بين 8 أعضاء تقدموا لشغل هذين المنصبين. بعد قليل سنتعرف على وكلي مجلس النواب لهذه الفترة من عام 2021 وحتى عام 2026. الأعضاء الثمانية الذين تقدموا لشغل هذين المنصبين هما كل من المستشار أحمد سعد الدين، محمد أبو العينين، فريدة الشوباشي، الدكتورة حنان عبد المنعم، محمد علي، محمد عبد العزيز، سحر بشير مختار، محمد أحمد الجبلاوي، وسليمان وهدان. جدير بالذكر أن هذه الجلسة الافتتاحية الإجرائية والتي بدأت منذ 11 صباحا بتوقيت القاهرة جرى فيها أداء اليمين الدستورية من الأعضاء جميعا، بدأوا بالمنتخبين بنظام الفردي ثم المنتخبين بنظام القائمة ثم المعينين. إجمالي أعضاء مجلس النواب هو 596 عضوا، 284 منتخبون بالنظام الفردي ومثلهم بنظام القائمة، و5% بحد أقصى من هذا العدد تم تعيينهم وهم 28 نائبا. بعد أداء أعضاء مجلس النواب لليمين الدستورية تم اختيار رئيس مجلس النواب الجديد من بين 4 تقدموا لشغل هذا المنصب. فاز بأغلبية كبيرة المستشار حنفي الجبالي بأغلبية 508 أصوات من بين 576 صوتا صحيحا إضافة إلى 11 صوتا باطلا. المستشار حنفي الجبالي كان رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، ومن بين الكلمات التي قالها في بداية رئاسته لجلسة اليوم أنه فخور بانتمائه لأسرة بسيطة من ريف صعيد مصر. المستشار حنفي الجبالي في بداية كلمته وجه الشكر لكافة شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة وكذلك الأطباء في مواجهة جائحة كورونا والقضاة والمواطنين المخلصين الذين واجهوا خسة الإرهاب. أكد على ما سيلاقيه الفصل التشريعي الجديد من ثقل يلقاه عاتقنا لبذل كل الجهد بالبناء على ما أنجزه زملاؤنا في الفصل التشريعي السابق على حد تعبيره. رئيس مجلس النواب الجديد المستشار الدكتور حنفي الجبالي ومن قبله رئيسة الجلسة الافتتاحية في صباح اليوم بوصفها أكبر الأعضاء سنا وفقا للتقاليد البرلمانية السيدة فريدة الشوباشي، أكدوا على مدار ساعات الجلسة على أهمية توخي الحذر في كافة إجراءات الجلسة نظرا لجائحة كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة
والتباعد الاجتماعي، وعلى هذا الأساس تم تقسيم العدد الكبير ليصوت على مرحلتين. من بعد أن أدى أيضا اليمين الدستورية على مرحلتين، تبدأ بيمين المنتخبين بالنظام الفردي تلاه المنتخبين بالقائمة والمعينين، وكذلك جرت عملية التصويت على رئيس مجلس النواب وعلى وكيلي المجلس الجاري فرز أصواتها في اللحظات الراهنة. للتذكير سيتم بعد قليل الإعلان عن اسمي وكيلي المجلس الجديدين من بين الأعضاء الثمانية الذين تقدموا للترشح لشغل هذين المنصبين. إذن مشاهدينا الكرام، كما تتابعون معنا على الهواء مباشرة، لا زالت الجلسة الإجرائية للبرلمان منعقدة منذ 11 صباحا وحتى الآن، وقد تم
اختيار رئيس المجلس بالانتخاب وهو المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيسا لمجلس النواب الجديد. الآن ما زالت عمليات الفرز لاختيار وكيلي البرلمان مجلس النواب من بين 8 من المرشحين، هم المستشار أحمد سعد الدين، الأستاذ محمد أبو العينين، الأستاذ سليمان وهدان، الدكتورة حنان عبد المنعم، الأستاذة سحر بشير مختار، والأستاذ محمد عبد العزيز، والأستاذ محمد أحمد الجبلاوي. ما زالت عمليات الفرز مستمرة، وبعد قليل سيتم إعلان الوكيلين اللذين تم اختيارهما بعد عملية التصويت استنادا للأحكام الواردة في الدستور بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للذين صوتوا اليوم. معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كب للمزيد من الحديث حول هذه الجلسة الإجرائية وعمليات الفرز الدائرة الآن. أستاذ عبد الجواد، كيف تعلق يوم طويل وطني مشرف للبرلمان تقريبا منذ الظهيرة وحتى الآن، كيف تعلق على ذلك؟ يعني في تقديري أنه برلمان تاريخي، ده أول برلمان يجي بعد الدستور الجديد وإقرار عودة مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى في ثوبه الجديد كمجلس شيوخ. والعملية خلينا أقول المشهد الديمقراطي في قمة الروعة لولا بعض يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، يمكن ده المشهد اللي مش لطيف في هذه الجلسة، نظرا لأنه أنت تتعامل مع إعلام معادي بيتصيد هذه اللقطات، ولازم تبقى في مسؤولية لدى النائب أن الصورة وأنا بعمل بث مباشر لا تلتقط لتسيء للوطن بعد كده. أنا عارف أن ده مش مقصود يعني، لكن أتمنى أن كمان في الجلسات القادمة يفعل جهاز التشويش، لأنه في الحقيقة ايا كانت المجهودات العظيمه اللي بيقوم بيها المستشار محمود فوزي، هو مش هيقدر يظبط الامور الا بجهاز تشويش، فيبقى التليفون في ايد النائب كما الحديده تماما علشان ما نشوفش مشاهد الفكره هيبه البرلمان. نعم. لانه احنا عندنا مشهد زي ما احنا شايفين في الحقيقه في قمه الروعه، الدوله خلينا بقى في مظاهر الروعه دي. ايوه إيه بقى؟ يعني الدوله نظمت، احنا عندنا اجراءات احترازيه، تباعد اجتماعي، كمامات موزعه على الساده النواب، خلينا أقول في جهد كبير جدا في مسألة التصويت، في مفاجآت حصلت لم يكن أحد يتوقع أن يخرج الدكتور علي عبد العال خالي الوفاض من هذه المعركة الانتخابية اللي فضل ما يأخذهاش. لكن كمان القادم أيضا هو شيخ جليل من شيوخ القضاء، معروف برزانته وهدوئه، وأن هو دايما زي ما بنقول بالبلدي كده مالي مركزه، سواء كان على منصة القضاء أو على منصة المحكمة الدستورية، لا يهاب المواقف. ويمكن أنا في تقديري أن الإعلام المعادي سيركز عليه مطولا اليوم، هو السيدة فريدة الشباشي، لأن تم الهجوم عليهم قبل كده. وفي تقديري كمان أنه هذا المشهد مزعج لأعداء الوطن، لأنه ما كان أحد يريد أن تقام هذه الانتخابات من الأساس، كان في ذريعة أنه الانتخابات ما تتعملش زي ما تأجلت في بعض الأماكن في العالم بسبب جائحة كورونا. لكن يحسب للدولة المصرية أنه كل الالتزامات اللي المفروض تتعمل بتتعمل، ممكن يبقى في عدم الرضا من البعض عن نتائج الانتخابات، لكن ده حال الانتخابات في العالم كله، حال أي انتخابات، أنه في ناس بتبقى راضية عن النتيجة إذا ما فازت وآخرون غير راضين. لكن كمان يجب هنا أن يعني خلينا نتوجه بالتحية للروح الطاهرة لرئيس
اللجنة لجنة الانتخابات المستشار لشين اللي في الحقيقة أدى دوره على أكمل وجه ولأرواح الثلاثة نواب الذين قضوا قبل أن يتمكنوا من أداء اليمين الدستورية اليوم يعني، وعلى رأسهم اللواء حسن عيد مرشح السويس، لأنه كمان من الظواهر المهمة أن كان في رغم محاولات تشويه هذه الانتخابات كان في ناس لهم شعبية كبيرة يعني. شفنا حسن عيد في السويس، شفنا محمد أبو العنين في الجيزة، شفنا أبنوب اللي هو كان وكيل الجلسة الإجرائية الصبح ونجح باكتساح في دائرة، وهو أصغر النواب سنا، نجح باكتساح في دائرة صعبة، دائرة شبرا، دائرة أساطين دايما يعني، كان فيها أساطين السياسة. لكن كمان وإحنا بنشوف المشهد يعني، خلينا أقول إنه في حاجة مهمة جدا ما قبل هذا المشهد، يمكن أنا في الحقيقة يعني بعمل رصد ومتابعة للنواب نائب إنجاز التعبير أو كلما تيسر، خليني أشيد بشكل كبير جدا بنواب محافظة شمال سيناء. نواب محافظة شمال سيناء منذ إعلان النتيجة ما استنوش حتى يطلعوا الكرنيهات أو يحلفوا اليمين، لكن أخذوا على عاتقهم فكرة حل ما يستطيعون حله من مشاكل، شفناهم عند وزراء، والجميل أنهم بيتحركوا بشكل خلينا أقول جماعي يعني، النواب الأربعة بيتحركوا بشكل جماعي، بيروحوا للوزراء دايما. فكرة الحل، فكرة الصوت العالي لأهالي سيناء واضح في تحركهم، وأنا في تقديري إن مشاكل كتير جدا اتحلت بهذا التحرك، علشان كده أنا متفائل بهذا البرلمان. إحنا عندنا كمان تجربة مهمة جدا تحدث للمرة الأولى في هذا البرلمان، وهي تجربة تنسيق شباب الأحزاب، شباب الأحزاب والسياسيين، لأنها واخدة من شباب الأحزاب واخدة من سياسيين ليس لهم أحزاب من الأساس. لكن الشاهد في هذه التجربة، انتظر رجاء إلى السادة الأعضاء الواقفين حول اللجنة الجلوس في أماكنكم من فضلكم، الرجاء ترك اللجنة تعمل في هدوء.